السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى النهاردة إن شاء الله على شابتر الفيتامينز. زي ما قلت لكم قبل كده، الفيتامينز دي مهمة علشان بنكون منها الكوانزيمز اللي بتساعد الإنزيمات في إنها تقوم بدورها الحيوي. الفيتامينز دول اللي موجودين عبارة عن إيه؟ مجموعتين من الفيتامينز. الأول قبل ما نعرف هم عبارة عن إيه، هنعرف الديفينيشن زي أي حاجة خدناها قبل كده. كل حاجة لازم نعرف تعريفها الأول. الديفينيشن بتاعها إيه؟ هي عبارة عن أورجانيك سبستانس. زي ما قلت لكم كل حاجة بناخدها تعريفها عبارة عن مركبات عضوية اللي إحنا بنتعامل معاها وبناكلها دي، وبتحصل لها ميتابوليزم في جسمنا. بس كل حاجة لها حاجة تميزها شوية. فهنا دول الفيتامينز هم أورجانيك سبستانسز cannot be synthesized in our body، يعني جسمنا مش بيقدر يصنعهم. And they are required for normal growth and health، يعني الجسم مش بيقدر يصنعهم، ولكن الجسم محتاجهم، جسم الكائن الحي، عشان ينمو كويس ويبقى بصحة كويسة. يبقى تاني التعريف عبارة عن organic substance cannot be synthesized in our body أو in our tissue، الأنسجة بتاعتنا يعني. And they are required for normal growth and health، ولكن هم محتاجينهم عشان يبقى في عندنا نمو طبيعي وصحة طبيعية ما فيهاش أي أمراض. فهم مجمعين الفيتامينز اللي جسمنا محتاجهم، وناخد بالنا واحنا بناكل يبقى في الاكل بتاعنا هذه الفيتامينز. هما مجموعتين، مجموعه اسمها فات سولوبل ومجموعه اسمها ووتر سولوبل، يعني مجموعه بتدوب في الدهون ومجموعه بتدوب في المي. ففي جدول عندكم في صفحه 61 بيقارن ما بين، هو التعريف موجود في الصفحه اللي قبليها اللي هو صفحه 60 تعريف الفيتامين. هنا بقى الجدول اللي بيقارن ما بين المجموعتين، بيقارن من ناحيه ايه؟ ايه هما الفات سولوبل فيتامينز؟ عباره عن مين ومين ومين؟ الممبرز بتاعت المجموعه دي فيتامين A ودي وE وK، بيجمعوها في كلمه ادك. يبقى هما اربعه، ادك A ودي وE وK، دول مين؟ الفات سولوبل اللي هما بيدوبوا في الدهون، في مذيبات الدهون، مش بيدوبوا في الدهون، في الحاجات اللي بتدوب الدهون هما بيدوبوا فيها. المجموعه الثانيه اللي هي الوتر سولوبل، اعضائها مين او مكوناتها مين؟ فيتامين C وفيتامين B كومبلكس. يبقى دي اول نقطه اللي هي الممبرز بتاعت المجموعه دي مين والمجموعه دي مين. من ناحيه السوليوبيليتي، يعني دي بتدوب فين ودي بتدوب فين، احنا قلنا دول اسمهم فات سولوبل، يعني هيدوبوا فين؟ في الفات سولفنت، الحاجات اللي بتذوب الدهون. ولا يذوبوا في الماء، ان سولوبل ان ووتر بس سولوبل ان ايه؟ فات سولفنت، مذيبات الدهون. المجموعه الثانيه اللي هي الووتر سولوبل، دي سولوبل ان ووتر، بتدوب في الميه ومريحه نفسها. طب من ناحيه الابزوربشن، الامتصاص، المجموعة اللي هي الفات سولوبل هتبقى مصاحبة للدهون عشان هي بتمشي معاها، هي ما بتدوبش الا في الحاجة اللي بتدوب الدهون، فهي صديقتها وبتمشي معاها، فبتمشي مع الليبيدز. زي ما احنا قلنا قبل كده انها اساسا الليبيدز بتمشي في عن طريق الليمفاتكس عشان تقدر توصل للجنرال سيركيوليشن. يبقى مع الليبيدز ثرو الليمفاتكس. انما الووتر سولوبل بتمشي خلاص، هي بتدوب في المية عادي، فدي بتمتص عن طريق الدورة البابية. يبقى ويز ووتر soluble substance، الحاجات اللي بتدوب في الميه بتمشي through البورتال بلاد او البورتال سيركوليشن، الدوره البابيه. من ناحيه الاستورج، مين فيهم اللي بتتخزن؟ اللي ما بتدوبش في الميه، اللي بتدوب في الميه هتنزل مع اليورين. اما اللي ما بتدوبش في الميه اللي هي الفات سوليبل دي كان بي ستورد ان ذا ليفر، يعني لو احنا خدنا كميه فيتامين من الاربعه دول الادك دول، وكانت جسمنا خد الكميه اللي هو محتاجها في النورمال جروث وهيلث، الباقي بقى هيتخزن في الليفر. اما مجموعه الووتر سولوبل عشان هي بتدوب في الميه، فهتدوب في الميه وهتمشي مع الدوره الدمويه وتوصل للكليه، والكليه تخرجها عن طريق اليورين. cannot be stored except، ممكن لاقوا شويه صغيرين قوي من فيتامين سي وبيتنشر بيتخزنوا، يعني دول كل قاعده لها شواذ. الكائن الحي ده مش حاجه شرب، مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس غالبيتهم بينزلوا مع اليورين مش بيتخزنوا. طب الديفيشنسي مانيفستيشن، اعراض نقص ها الفيتامينز دي تظهر عند انهي مجموعه؟ المجموعة اللي انت عندك خزين منها مخزنه في جسمك، ولا المجموعة اللي يا دوبك بتاخد المحتاج والباقي بينزل في اليورين؟ اكيد اللي بيتخزن. وانا لو متخزن عندي وانا ما خدتش وحصلت المجاعة وما اكلتش وما خدتش الفيتامينات دي، هلاقيها متخزنة عندي في جسمي، فهتطلع من التخزين وتمدني. يبقى deficiency manifestation في حالة الفات سولوبل اللي هي بتتخزن في الليفر بتبقى متأخرة، بتيجي ليه؟ بعد ما استنفذ الخزين اللي عندي. لكن بتوع الووتر سولوبل ديفيشنسي مانيفستيشن بتاعتهم بتظهر بدري، لان انا ما عنديش حاجه تعوض، انا ما خدتش فما عنديش حاجه، كله بينزل في اليورين الزياده اللي قبل كده. طب مين اللي بينزل في اليورين؟ بالعقل اهو، اللي بيدوب في الميه هو اللي بينزل، اللي هم مين؟ الووتر سولوبل ده بينزل في اليورين، اما الفات سولوبل ما بيدوبوش في الميه فما بيخرجوش عن طريق اليورين. بعد كده
ايه الهايبر فيتامينوز دي؟ يعني ايه النوع منهم من المجموعتين الفات سولوبل ولا الووتر سولوبل اللي بتزيد بكميه كبيره في جسمي وتعمل اعراض زي ما يكون زياده فيتامينات متخزنه في الجسم؟ هو مين اللي بيتخزن؟ الفات سولوبل. يبقى هي دي اللي هيبقى معاها هايبر فيتامينوزس، يعني هيبقى عندي كميه كبيره منها متخزنه، كل ما باكل استهلك شويه لجسمي يستهلكهم والباقي بيتخزن، والباقي بيتخزن. فهيعمل ايه؟ هايبر فيتامينوز في النهايه. اما بتوع الوتر سولوبل طبيعي، اللي انا باكله باخد جسم الاحتياج بتاعه والزايد كله بيخرج في اليورين، فمش هيحصل معاهم هايبر فيتامينوز. يبقى ده جدول جمع لنا كل يعني غالبيه الخواص اللي ما بين الفات سولوبل والووتر سولوبل فيتامينز. ده لما بيبقى في امتحان بيبقى جاي جدول زي ده، ونقول قول المقارنه ما بينهم، نحط بوينت اوف ديفرنشيشن ونسيبك تكمل. لكن انتوا السنه دي بقى ان شاء الله ظهر عمليه ابحاث بقى، ربنا معاكم. هنقول كلمتين على مجموعه الفات سولوبل، كل واحد كده كلمتين. فيتامين ايه ده اول واحد. السورس بتاع الفيتامينز دي كلها هتلاقيه كله متشابه زي بعضه، يا اما مصدر حيواني يا اما مصدر نباتي. المصدر الحيواني بيدخل فيه ايه؟ الليفر، الكبده، الايج يوك، صفار البيض، الميلك اللي هو اللبن، البتر، السمنه، التونه، سمك التونه، والكود ليفر اويل اللي هو زيت كبد الحوت. البلانت سورس اللي هتدينا فيتامين ايه؟ كاروتينويدز اللي هي موجوده في الجزر. الماده اسمها كاروتينويدز اللي موجوده فين؟ في الجزر. وفي في موجود نسبه منه فين؟ في الجريني ليفي فيجيتابلز اللي هي الخضروات اللي ذات الورقه الخضراء، زي الملوخيه، زي الجرجير، زي الفجل، زي الحاجات دي، زي السبانخ، تلاقي دي موجود فيها نسبه من فيتامين ايه. يبقى دي من ناحيه السورس هتعرفوها كمعلومه تفيدكم انتوا في الحياه، يعني عشان تقول لحد ركز في الاكل ده عشان تاخد فيتامين ايه، فتبقى عارف ايه هو الاكل اللي احنا بناكله اللي متوفر فيه فيتامين ايه. في الاكل يا اما حيواني يا اما نباتي. طب وظيفته ايه فيتامين ايه ده؟ له اربع وظائف مهمين. فورميشن اوف رودوبسين ويتش از امبورتنت فور نايت فيجن، يعني الفيتامين ايه ده مهم قوي عشان يكون ماده معينه اسمها الرودوبسين. الرودوبسين دي موجوده في تركيبه الشبكيه بتاعت العين الريتنا، والماده دي مهمه جدا عشان اقدر اشوف بالليل. يبقى هو مهم عشان يكون الرودوبسين. ايه الرودوبسين ده؟ ماده من ضمن مكونات شبكيه العين اللي مختصة بالرؤية الليلية، which is important for night vision. يعني لو المادة دي مش موجودة مش هقدر أشوف بالليل، يبقى لازم المادة تكون موجودة اللي هي مكونة من فيتامين A في الشبكية بتاعت عينينا علشان نقدر نشوف إيه بالليل، نتمكن من النايت فيجن، الرؤية الليلية. بيدخل في تركيب مادة اسمها جلايكوبروتينز اللي موجودة داخل خلايا جسمنا، يعني جزء كربوهيدرات وبروتين، ودي بعض الهرمونات بتبقى متكونه من كده، في حاجات في جسمنا عباره عن جلايكوبروتين، فهو بيدخل بيساعد بيساهم في تكوينها. ثالث حاجه فورميشن اوف هيلثي ابيثيليوم اوف ذا سكين اند ميوكوس ممبرين. مهم قوي فيتامين ايه عشان الجلد بتاعنا في طبقه اسمها الابيثيليوم، عشان تبقى صحيه ومفيش فيه تشققات في جلد ايدينا ولا جلد جسمنا لازم يكون واخدين فيتامين ايه كفايه الكميه اللي محتاجها جسمنا. يبقى مهم قوي عشان يبقى عندي هيلسي ابيثيليوم للسكين، يعني ايه؟ طبقه المغطيه للجلد تكون صحيه، تكون مش متشققه، تكون سليمه. ونفس الحكايه الميوكوس ممبرين اللي هو مبطن لداخل الشفه كده، او المبطن لداخل جفن العين، ده ميوكوس ممبرين لازم يكون عندي فيتامين ايه عشان ده مهم قوي لسلامه الاغشيه المخاطيه مبطنه لاي مكان في جسمنا زي مثلا جوه الشفايف كده او جوه جفن العين. بيلعب دور مهم في بناء البون والتيس. يبقى فوق له اربع وظائف. بيشترك في تكوين الرودوبسين اللي هو مكون من مكونات شبكيه العين المسؤوله عن الرؤيه الليليه. بيدخل في تصنيع ماده اسمها جلايكوبروتين في الجسم. مهم قوي عشان سلامه الابيثيليوم بتاع السكين بتاعنا والميوكوس ممبرين الاغشيه المخاطيه. مهم عشان بيدخل في تكوين البون والتيس، العظم والاسنان. طب لو نقص هذا الفيتامين من الوظائف هنطلع ايه ديفيشنسي مانيفستيشن بتاعته؟ احنا اول حاجه قلنا مهم قوي عشان الرودوبسين اللي بيورينا بالليل بنشوف نايت فيجن، يبقى ولو مش موجود فيتامين ايه هيجي لنا نايت بلايندنس، يعني عشاء ليل، تمام؟ يبقى انت عرفت الوظيفه هتطلع منها الايه؟ ديفيشنسي مانيفستيشن. لو هو مش موجود الميوكوس ممبرين بتاع عينينا مش هيبقى سليم، هيبقى جاف، هيحصل فيه دراينس، يبقى دراينس اوف ذا اي اللي بيسموها زيرو في سالميا. لو هو مش موجود يبقى الابيثيليوم بتاع السكين بتاعنا مش هيبقى سليم، هيحصل فيه كيراتينايزيشن، يبقى خشن كده ويشقق.
لو هو مش موجود هو مهم عشان البنو التيس، لو هو مش موجود يبقى البنو التيس مش هينمو بنمو الطبيعي، يبقى في defective bone and teeth. دي كفانكشن وديفيشنسي مانيفستيشن لفيتامين A. طيب فيتامين دي نفس الحكاية، السورس بتاعه انيمال وبلانت، هتلاقي يعني متشابهين في الانيمال، هي ليفر واجيوك وفيشز وكون ليفر اويل وملك وبطر، تقريبا هما نفسهم. هنا البلانت بقى والمختلف شوية بيجي منين؟ من الارجوستير، هناك كان كاروتينويدز وجرين ليفي فيجيتابولز. هنا بيجي منين في البلانت؟ من الارجوستير اللي موجوده في اليست والبلانت، موجوده في النباتات وموجوده في الخميره، ماده اسمها الارجوستير. دول مصادر فيتامين دي. طب وظيفه فيتامين دي ايه؟ بيعمل كالسيفيكيشن للبون والتيس، بيعمل عمليه ترصيب للعظم للكالسيوم في العظم بتاعنا والسنان عشان تبقى جامده وصلبه. طب بيعمل كالسيفيكيشن ازاي؟ له كذا حته بيشتغل عليه، بيشتغل على الانتستين يسهل امتصاص الكالسيوم عشان يزيد في الدم وبعد كده يروح على البون ويبني لنا البون والتيس بتاعتنا، بيسهل اعاده امتصاص الكالسيوم في الكليه، يبقى دايما الكليه بتعيد امتصاص المواد اللي بتحصل لها فلتريشن عشان زي ما انتم فمعرفش خدتوا فلسولوجي ولا لا، ان الكليه فيها الوحده البنائيه بتاعتها بيسموها النيفرون، ونفرون ده في حته اسمها عامله زي الفنجال كده بيسموها بومانز كبسول، الدم كله بيعدي عليها بتقوم مرشحه كل محتويات الدم، ترجع الانابيب اللي متوصله بالبومانز كبسول دي تعود امتصاص الحاجات اللي الجسم محتاجها منها الكالسيوم، يبقى بيساهم في زياده اعاده امتصاص الكالسيوم في الكليه في الكيدنس. فبكده هو زود الكالسيوم في البلازما في الدم، فهيبقى بيساهم في النورمال اوسيفيكيشن في البون، يبني العظم بتاعنا عن طريق الكالسيوم. طب لو نقص بقى يبقى ما فيش كالسيوم كفايه، يبقى البون بتاعنا مش هيتبني كويس ولا السنان بتاعتنا هتبقى كويسه، فيعمل في الاطفال ما يسمى بالريكتس في التشيلدرن اللي هو الكساح، واوسيوماليشيا في الادلتس في الناس البالغين، هيبقى عندهم هشاشه في عظمهم. ولو خدنا عينه من الدم بتاع الناس دول هنلاقي الكالسيوم والفوسفورس عشان هم اصحاب دايما ماشي الفوسفورس مع الكالسيوم، هنلاقي نسبته قليله في البلاط بتاعه. طيب بعد كده فيتامين اي ده تالت واحد في الفات سولوبل فيتامينز، نفس الحكايه هنتكلم على السورس بتاعته انيمال سورس وبلانت سورس. الانيمال جاي منين؟ من اللحمه الميتس والليفر الكبد والفيش السمك والتشيكن الفراخ دجاج والإجز والملك، تقريبا متشابهة شوية مع اللي قبل كده. البلانت سورسز بقى فيتامين إي جاي منين؟ من الجرين ليفي فيجيتابلز كلها، من القطن سيد أويل اللي هو زيت بذرة القطن، والميز أويل اللي هو زيت الذرة، وهويت جيرم أويل اللي هو زيت القمح. يبقى كل الزيوت دي ممكن تديني فيتامين إي، وممكن ألاقيه في كل الجرين ليفي فيجيتابلز. الوظيفة المهمة للفيتامين إي إن هو بيشتغل كأنتي أوكسيدنت، يعني مضاد للأكسدة. من نواتج الميتابوليزم بتاع المواد اللي احنا بناكلها يا اولاد بيطلع حاجات اسمها الجذور الحره او الفري راديكالز. الجذور الحره والفري راديكالز دي لو دنتها موجوده ما لقتش اللي يضادها اسمها اوكسيدان، فلازم ربنا سبحانه وتعالى حط لها حاجه تضادها تتفاعل معاها وتهبط مفعولها. ليه؟ لان هي لو دنتها موجوده الاوكسيدانت دي هتروح جاي على غشاء الخلايا بتاعه الكائن الحي، موجود فيها فاتي اسيدز انساتوريتد فاتي اسيدز ليبيدز، دهون موجوده من ضمن مكونات غشاء الخلايا، فهتروح ما اكسدها. لما بتاكسدها بتبقى الجدار بقى ما بقاش طبيعي، بقى فراجايل يعني هش، يتقطع بسرعه. لو حصل كده في كرات الدم الحمراء هتتكسر كرات الدم الحمراء ويحصل هيموليسيس ويجي العيان ده انيميا، ويجي له انيميا الفول. لو سمعتوا حد جاركم ولا حاجه يقول لك ده عنده انيميا الفول. ليه؟ لان ده ما عندوش الماده اللي بتشتغل كانتي اوكسيدنت. فهنا فيتامين اي مهم قوي عشان يحمي جدار الخلايا من الاكسده بالجذور الحره اللي طلعت من نواتج هدم المواد الغذائيه. وكل حاجه سبحان الله لها يعني ميزه ولها عيب، بس ربنا اوجد لنا الحاجه اللي تحل لنا المشكله. بناكل المواد الغذائيه بتحصل لها كاتابوليزم في جسمنا عشان ناخد الطاقه والخلايا تشتغل وكده، بيطلع بقى الحاجات المضره اللي هي الفري راديكالز. طب الفري راديكالز الجذور الحره دي لو افتنتها موجوده هتضرنا، هتبوظ لنا، هتاكسد لنا الدهون اللي داخله في جدار الخلايا بتاعتنا، فربنا راح جاب لنا حاجات تعمل لها اكسده تضادها مش تاكسدها، اسمها انتي اوكسيدنت مضادات للاكسده. هما التانيين اسمهم اوكسيدنت الفري راديكالز دول، واحنا فيتامين اي هنا ربنا حاطه لنا هو انتي اوكسيدنت يحمينا من ضرر هذه الفري راديكالز او الجذور الحره. طيب
لو ناقص فيتامين ايه زي ما قلنا هيبوظ الفري راديكلز اللي هتطلع، مش هتلاقي واحد واقف لها، هتروح مبوظه لنا الدهون اللي في غشاء الخلايا وخصوصا كرات الدم الحمراء، وبيبقى جدارها كده فراجيل هش، يتقطع بسرعه ويحصل هيموليسيس ويدينا هيموليتيك انيميا، يجي لنا انيميا تحلل الدم، تحلل كرات الدم الحمراء. اخر فيتامين في المجموعه دي اللي هو فيتامين كي، ده قلنا مصادره هتكون برضو ليفر وانيمال سورس، اللي هو ليفر وميلك واجيوك، هتلاقي كل دول مشتركين فيهم كلهم. البلانت سورس هنا الليجمز والسيرلز الحبوب والجرين ليفي فيجيتابلز اللي هي الخضروات الورقيه الخضراء. لقوا في نسبه صغيره بتصنع من الانتستاينال بكتيريا اللي موجوده في اللارج انتستين بتاعتنا اللي انتوا سمعتوا عليه، قلت لكم قبل كده انها بتعمل بيوتريفاكشن للان ابزوربد امينو اسيد الاحماض الامينيه اللي ما امتصتش ونزلت على اللارج انتستين، لقت هناك البكتيريا الفلورا دي قاعده هناك، فراحت عامله لها بيوتريفاكشن ومطلعه امونيا. لقى برضو هي البكتيريا الفلورا دي لها اهميه اللي موجوده في اللارج انتستين، ممكن تصنع لنا شويه من فيتامين كي. يبقى فيتامين كي هو الوحيد اللي ممكن يصنع شويه صغيرين مش كافيين لاحتياجنا من داخل الجسم، فين؟ في اللارج انتستين بالفعل بتاع البكتيريا الفلورا. طب وظيفته ايه فيتامين كي ده بقى؟ بيساهم في تصنيع وتنشيط synthesis and activation of blood clotting factors، يعني هو بيصنع وينشط عوامل التجلط اللي موجوده في جسمنا بتعمل لنا تجلط للدم. مين هم الفاكتورز دول؟ فاكتور 2 و7 7 و9 9 و10، الاربعه فاكتور دول بيصنعوا في الليفر، محتاجين فيتامين كي عشان يصنعهم وينشطهم عشان يعملوا بلاد كواجوليشن. فاكتور 2 و7 و9 و10، 2 و7 و9 و10 مهمة قوي عشان يتكونوا دول ويتنشطوا ويقضوا دورهم يكون موجود فيتامين كي. طب لو نقص فيتامين كي يبقى مش هنقدر نعمل ولا ننشط فاكتور 2 و7 و9 و10، يبقى كده مش هنقدر نعمل بلاد كلوتنج مظبوط. يبقى لو انجرحنا هيحصل لنا بليدنج تندنسي، لو واحد انجرح يتنو ينزف ينزف ينزف، مفيش قفله مفيش كلوت هتتكون عشان تقفل لنا الايه الجرح، تمام كده. كده خلصنا من مجموعه الفات سولوبل فيتامينز. هناخد كلمتين على الووتر سولوبل فيتامينز اللي هم المجموعه اللي بتدوب في الميه. في عندنا فيتامين سي، السورس بتاعته برده جاي منين فيتامين سي؟ من الفريش ميلك، ده غني جدا بفيتامين سي، از ريتش سورس اوف فيتامين سي. البلانت سورس بتاعته زي ما انتوا عارفين اللي هي سيترس فروز زي الليمون زي البرتقال زي الجوافه زي العنب، والجرين بيبرز اللي هو الفلفل الاخضر، والجرين ليفي فيجيتابلز هي الخضروات الورقيه الخضراء. وفيتامين سي طبعا زي ما انتوا عارفين مهم قوي عشان يحمينا من البرد ومن الحاجات دي، وبيشتغل كانتي اوكسيدانت برضه هيساعدنا في عمليه التخلص من الفري راديكلز. وظايفه ايه بقى فيتامين سي؟ مهم قوي عشان عمليه تكوين مكونات الدم، هيموبويسيس. هيموبويسيس دي مقصود بيها عمليه تكوين عناصر الدم، كره دم حمراء، كره دم بيضاء، بليتلت، كل الحاجات دي محتاجين عشان تتكون بطريقه طبيعيه محتاجين لها فيتامين سي. يبقى اول وظيفه له نورمال هيموبويسيس، يعني ايه؟ عمليه تكوين عناصر الدم تستسير بطريقه طبيعيه. تاني وظيفه انتي اوكسيدنت، مضاد الاكسده، احنا لسه متكلمين عليها مع فيتامين اي، هي نفس الحكايه، بيمنع لنا اكسده الدهون اللي بالفري راديكلز بالجذور الحره اللي طلعت من الميتابوليزم والكاتابوليزم، تعمل لنا اكسده للدهون اللي موجوده في جدار الخلايا بتاعه الكائن الحي، وتحمينا من ان تبقى فراجايل، ولو اكسدنا الدهون دي هتبقى الخلايا جدار الخلايا فراجايل ويبهش ويتقطع ويعمل لنا هيموليسيس كمثال الار بي سيز. طيب لو ناقص بقى فيتامين سي بيدينا مرض بيسموه السكيرفي، اسمه ايه بالعربي؟ مش متذكره اسمه بالعربي. هو المرض ده بيتميز بايه او بتبقى اعراضه ايه على العيان؟ انت عارف بس كلمه سكيرفي، اعراضه ايه على العيان؟ واحد يجي يغسل سنانه بالفرشه تلاقي اللثه عماله تنز دم، يبقى تفهم على طول ان عنده فيتامين سي قليل. لو حصل جرح ديليد هيلينج للوند بتاعه، اللي السنان بتاعته كطفل هو طفل ما بتطلعش بسرعه، delayed eruption التيس، الطفل ما ينموش بالنمو الطبيعي
ويجي له ايه؟ انيميا، يجي له فقر دم، يبقى ديليت جروث اوف بون، البون بتاعه مش هيعمل نمو طبيعي ويجي له انيميا. السكن بتاعه يبقى ايه؟ كيراتيناز خشن. زي ما قلنا قبل كده الفيتامين ايه لما بينقص بيعمل كيراتينايزيشن للابيثيليوم اوف ذا سكن. برده نفس الحكايه فيتامين سي، لا قلنا بيلعب دور مهم في النمو الطبيعي بتاع الابيثيليوم بتاع السكن، فلو ما هوش موجود هيحصل كيراتينايزيشن للسكن، يعني هيترسب ماده كيراتين في الجلد وتخليه خشن ويشق. يبقى دول الكلمتين اللي انتوا مطلوبين ممكن ان انتوا تعرفوهم بالنسبه لمجموعه الووتر سولوبل فيتامينز بالنسبه لفيتامين سي. كلمتين بقى على البي كومبلكس كده، يعني ايه؟ يا دوبك بس هنعرف لو نقص يعمل ايه. يعني بي 1 فيتامين بي 1 لو نقص مش هنعرف حاجه عنه، اللي هو لو نقص هيدينا مرض اسمه البيري بيري. بيري بيري ده اسم العالم اللي اكتشف هذا المرض، ولقوا ان البيري بيري ده باعراضه بتظهر على ايه؟ على الجهاز العصبي السي ان اس، فبتعمل بريفرال نيورايتس يعني التهاب في الاعصاب الطرفيه. السي في اس اللي هو كارديو فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز الدوري، فبتعمل هارت فيلير على القلب، فشل في القلب. فشل القلب ده لقوه نوعين، يا اما في ميه في ورم فبيسموه ويت بيري بيري، يا اما مفيش ورم مفيش إديمة فبيسموه دراي بيري بيري. الجي اي تي، الجي اي تي هيعمل ايه؟ انوركسيا ونوزيا وفوميتنج، يعني هيعمل غمامان نفس وهيعمل سده نفس وهيخليهم يرجعوا. انتوا المطلوب منكم اعرفوا بس كلمه بيري بيري اللي هو اسم المرض اللي ينتج من نقص فيتامين بي 1. طب فيتامين بي 3 ده بيسموه ضد البلاجرا، مرض الاسكاربو. لو ناس هيدينا مرض البلاجرا. البلاجرا دي بتتميز اعراضها عباره عن ايه؟ 4 ديز درماتيتس او 3 وبتكمل الرابع لو حصل ديس. درماتيتس اللي هي ريد سكيل سكين، السكين بتاعهم يبقى مقشر ويبقى احمر ويشقق ويبقى حالته صعبه. التهاب في السكين بتاعهم. ديمنشيا بينسوا من سبب البريفرال نيورايتس ما بيركزوش بينسوا. دايارية بيجي لهم اسهال عشان عندهم كمان السوماتيتس اللي هي التهاب في البق بتاعهم والتهاب في اللسان جلوسايتس، ولو ما اتعالجش المرض ده بينتهي في النهايه بديس لهذا المريض. فيتامين بي 12 هنعرف بس ان هو لو نقص هيعمل لنا برينيشيس انيميا او ميجالو بلاستيك انيميا. دول الكلمتين اللي مطلوبين منكم بالنسبه لمجموعه الفيتامينز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.